الرئيس تحدث بالأمس عن تحدي كبير في البحر الأحمر، قناة السويس هذه الهيئة العملاقة والكبيرة بخبرتها وبتاريخها الطويل بتبذل جهد غير عادي وغير اعتيادي في هذه الفترة، ولكنها تحافظ على تقديم كل الخدمات الممكنة لكل العابرين لأراضينا، وبيقدموا كمان خدمات لبعض السفن التي تضررت وغيرها. ولكن خلونا نطمئن على الوضع واحنا فين دلوقتي، خاصة بعد لقاء السيد الفريق أسامة ربيع بالسيد أرسينيو دومينيجز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية. تطمئن على الحالة الآن في قناة السويس وكيف نرى المستقبل القريب؟ معنا السيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أهلا بك يا فندم منورنا. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني عايزين نطمئن من حضرتك على الوضع الحالي، إلى أي مدى الحقيقة يبلغ التأثير بسبب الأزمة في البحر الأحمر، والجهود اللي حضراتكم بتقوموا بيها وهي جهود مشكورة للحفاظ على حرية الملاحة؟ طبعا في تأثير كبير طبعا على هيئة قناة السويس بعد أحداث 19 نوفمبر بداية الأحداث، ويعني يمكن وصلت تأثير على عدد السفن. يعني لو حسبنا في يناير دونا مقارنة بيناير 23 احنا قلنا حوالي 34% في عدد السفن، وفي الحمولة الصافية قلنا حوالي 48%، وفي العائد الدولار رقم كبير يا فندم. وفي العائد الدولار علينا حوالي 44%. طيب طبعا في تاثير، لان طبعا الهاجس الامني خلى سفن كتير تلف من طريق راس الرجاء الصالح، لان انت مؤقتا هم بيعلنوا كده، يقولوا مؤقتا ان انت تحسن الامور في البحر الاحمر، لان مفيش مقارنه ما بين طريق راس الرجاء الصالح وقناه السويس طبعا او البحر الاحمر. ولكن القناة ما زالت بتعمل بشكل طبيعي للغاية وتقدم كل الخدمات للمارين. القناة طبعا شغالة على طول، ما وقفتش ولا يوم، وبتقدم خدماتها متميزة على مدار اليوم. وضفنا كمان بعض من الخدمات الجديدة، يعني كنت بتكلم مع السيد أرسينيو دومينجيز اللي هو الأمين العام للنظام البحرية IMO، ولسه متولي على فكرة في يناير ده، وأنا كنت بهنيه وبقول بتناقش معاه بإن إحنا عايزين نوصل لآلية نشوف نقدر نعمل ايه في تعاون مشترك بحيث نقلل المخاطر او نقلل التاثير من الاحداث بتاعت البحر الاحمر. فانا بقول الخدمات، لا بنقدم طبعا احنا خدمات تزود بالوقود، بنقدم خدمات بقى جديده ما كناش بنقدمها قبل كده، بدانا نقدمها دلوقتي عشان نتعاون مع العملاء لو محتاجين فيها، زي مثلا خدمه الاسعاف البحري في جهزنا الانشات للاسعاف البحري، خدمات الانقاذ برضو البحري جاهزه، عندنا خدمات مكافحه التلوث عشان برضو لو حصل تلوث من سفينه نتيجه الاصابه، خدمات الاصلاح طبعا عشان تشوف انه دي من اهم الخدمات اللي احنا بنقدمها وفي الترسانات بتاعتنا، وفي عندنا دلوقتي السفينه اليونانيه سفينه الصب الجاف. حضرتك قدمتوا لها خدمات دعم واصلاح. بنعمل لها دلوقتي اصلاح اللي هي سفينه جغرافيا، وبنغير لي فيها الواح من الحديد، وبنقدم كمان خدمه الموبايل تيم، يعني مش لازم يخش الترسانه عندي ويطلع على الحوض او على الازق، انا مجهزين دلوقتي تيم ممكن يحمل تحت خط الميه وهي السفينه واقفه على منطقه الجدار او على المحطات، او يعمل عمليه اصلاح للمكن او المولدات او اي اجهزه بكون متعطل. فدي كلها احنا خدمات لما بتناقشنا مع العملاء كلهم، كنا بنتكلم كل يوم تقريبا، انا بكلم رئيس شركه من الشركات والتوكيلات، وكان بيقول يعني حتى لو وصلنا لو حصل حاجه ممكن، فاحنا جهزنا على طول الخدمات دي وبننفذها دلوقتي وبنتعاون بيها عملائنا يعني. نعم. طب سيادة الفريق، برضو نحن عشان احنا مش خبراء قوي في فكرة الملاحة البحرية، لكن يعني فيما يتعلق برؤيتكم للفترة القادمة، وهل في شيء ممكن تقدمه قناة السويس يقلل من الأزمة الحالية، وتوقعات حضراتكم بالنسبة ليها ايه؟ خلينا نقول ان الأزمة مأثرة على العالم كله مش على قناة السويس بس. مفهوم. وان قناه السويس قناه السويس ما فيهاش مشكله، يعني قناه السويس بتشتغل بتأدي خدماتها، المشكله في الازمه الموجوده في البحر الاحمر. الازمه دي احنا بنقول بقى مأثره على العالم كله في ايه؟ مأثره طبعا ان احنا السفن لما بقت تلف من طريق راس الرجاء الصالح بتاع قناه السويس، زمن العبور بتاعها زاد بايام تصل من 10 ل 12 يوم. وبالتالي استهلاك الوقود بقى اكثر، الرحله طالت عليه، سعر السلعه زاد. البضاعه اللي معاه كمان بتوصل متاخره عن المواعيد اللي هي مقرره ليها، وفي بضاعه كمان بتخسر، سلاسل الامداد بقى فيها عجز كبير جدا، مصانع كتير يمكن في مصانع قفلت، في مصانع عملت سلو داون للشغل بتاعها، وفي مواني ما بتشتغلش، كل ده انه هيصرف البضاعه ازاي؟ كانت
الحاويه الواحده في المعدل الطبيعي كان بتعمر في الشهر تعمل مرتين الحاويه الواحده، دلوقتي ممكن تقعد تاخد لها مثلا لو عدت مره في الشهر او يعني بعمرها يعني مره في الشهر يبقى كويس قوي. فبالتالي طبعا عمليه الامداد قلت، وبالتالي تاثير على العالم كله مش تاثير على قناه السويس بس. وبالتالي العالم كله دلوقتي بيبحث عن طريقه لحل هذه الازمه اللي سببت المشاكل دي كلها، وكل ده برضه بيدل على ان قناه السويس ملهاش بديل، وان قناه السويس من اهم الممرات واثر الممرات وامن الممرات اللي موجوده في العالم. نعم، انا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.